مستنور للجميع، ان شاء الله تكونوا بألف خير بألف صحة جيدة. البرج العام مواليد القوس، معكم حق قوس. ما انتبهت انا انه اختلط هو العقرب وبالاخر القوس، فكرت اني دخلت بالقوس، حقكم علي، معلش انتوا يومين ما انا مشكلة. سموها مواليد برج القوس لهيدا الاسبوع، يا ترى شو مخبي لكم؟ خلينا نشوف اولا ما هو عنوان الاسبوع تبعكم. مثل باقي الابراج كلهم كان لهم رقم او عنوان، ما هو رقم او عنوان برج القوس؟ 19. 19 بالتارو هو رقم القمر، رقم الولادة الجديدة، رقم الطفل، رقم النجاح، رقم اللعب، ايضا رقم الكبرياء والنار المشتعلة. 19 رقم الشمس، 9 و 11، نشيل الصفر بيبقى معنا 1، هو رقم البدايات الجديدة. فإذا ممكن كتير يكون عندكم بدايات جديدة في الحب، في العاطفة، في أمور كتيرة هيدا الأسبوع. بشكل عام قوس النجاح بالعمل إيجابي وجيد، بعض الأموال تستثمروها مع شريك أو عدة شركاء، ولكن تكتشفوا بعد فترة أن هناك نقص أو في شيء ما كان واضح من البداية. قوس علاقاتكم مع الطاقة النسائية هذا الأسبوع جيدة جدا وعالية، ممكن تخلق لكم الكثير من فرص العمل والنجاحات والتغييرات الإيجابية. اللي حاب يجيب أطفال هذا الأسبوع ألف مبروك. أما علاقاتكم العاطفية داخل البيت فلا بأس فيها، فوق وتحت، بس فوق أكثر من تحت. وبالنسبة للدراسة للأسف الوضع ليس كما يجب، عليكم الانتباه للدرس، الانتباه للامتحانات، تركيز على الدراسة، ابتعدوا عن البيع والشراء التجارة بهالفترة، حاولوا ركزوا أكثر على حل الأمور العالقة والمال العالق. السفر لا ينصح به هذا الأسبوع بسبب عدم توفر الأشياء الضرورية أو المعلومات الكافية، مش بسبب لا سمح الله حوادث أو أي شيء آخر، بسبب تأخيرات فقط. بالتوفيق للقوس. اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار بث مباشر. بعتذر منكم ألف مرة، بقلكم السموحة. Thank you. Bye.